السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا محمد تحفة يتوصل إلى أن الصحفي رضوان الرمضاني واحد من الأفراد العصابة الخطيرة على تنمية وسيرورة البلاد، ولهذا غادي يتفرقع عليه اليوم مزيان وغيفضحوا شر فضيحة وغيطلعوا فوق العمارية وغيعطيه العصير مزيان، وكذلك غيكشف علاقته مع حمزة مونبابي ودنيا باطمة. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذا مراسلكم محمد تحفة يعود إليكم من جديد. تحدثنا بالأمس على عدة أمور لأتفاجأ بكل صراحة، وهي كانت عبارة على أسئلة لأتفاجأ بالأمس يعني من ردة فعل الصحافي المشهور صاحب سينا وشكون وعلى القادوس. كنت في واحد ردة فعل جد 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 عنيفة، يعني حتى أنه وصفنا بالكورتية، وإحنا طرحنا مجرد أسئلة. لك صحفي وتؤمن بالديمقراطية، يعني يجب أن تجيب على هذه الأسئلة. ما تبقاش دير لنا استقراع، ما تبقاش دير لنا فيها أنت هو المخصمن وهذا. شنو علاقتكم بالروينة ديال دريس فرحان؟ عادي جدا. أنا مازال عقلتي يا الصحفي المبجل، مشيت أنا وأستاذ زهراش مشينا القبرص، مشينا لأن هذيك السيدة زنزان صاحبة دريس فرحان الروح بالروح كطلع عنده قالت لي تحفة عليه مذكرة اعتقال بقبرص. أنا والأستاذ زهراج، وهنا كنت قلت لكم خديت على العاتق ديالي أي واحد غادي يقول لي عليك شي مذكرة بحث غنمشي عنده، حيت أنا راه مسطي. عقلت في الأول قلت لكم مي أنا ما كتيقش تعطيني قطيب كدير لي كدوز الحي الكبدة كديرو في الخبز كتبش قلت لي تعمي شي واحد ونعم سطي مشات. عقلتي شنو قلتي ولا ما عقلتيش؟ قلتي بأنك ضد هذيك يعني هذيك المسألة ونديوها في التافهين. انت رمضاني مالك؟ كيفاش نديوها في التافهين؟ ترى الجزائر حطت في وكالة الأنباء الجزائرية تحطت بأن تحفة وزهراش على مذكرة اعتقال القيامة نايضة، ها؟ كيفاش من دواش في التافهين؟ وأنت دابا تنعتونا بالتافهين، كيفاش كديها في التافهين هادو اللي قدامك؟ دابا عندك التافهين درجات، كاين التافهين درجة أولى والتافهين درجة ثانية. نهار الفضيحة ودي غير مجرد تساؤلا. شوف سر رمضاني، الله لا أشكك في وطنيتك ولا في أي شيء، مجرد تساؤلات غير تنتسائل. نار الفضيحة ديال بوصوف رئيس مجلس الجالية مع دريس فرحان، نار الفضيحة نطي تتنقز انت وداك الغزيوي. علاش فهاد الفضيحة هذه دويتي غير على بوصوف؟ علاش مدويتيش على دريس فرحان؟ علاش دويتي غير على بوصوف ما جبتيش دريس فرحان على فمك؟ ما جبتيش؟ من حقي انا نسول هذا السؤال هذا، علاش هذوك مشاو لقبرص؟ وإلا ما قدرتيش تعاون مع البلاد سكت، ضرب الطم. انت منش خايف ميمشينا عند دريس فرحان؟ علاش يمشيو عند دريس؟ انت منش خايف؟ وانت اللي خصك تمشي شي واحد كيبدا يعرعر تيقول لك ممنوع فلان ونسير انت. انت كتخاف من الطياره، خصك تضرب شي ويسكي عاد طلع للطياره. اللي قلتي لنا نهار تجي لكندا قلتي لنا الله تنضرب شي ويسكي الناس ونطير لكندا ونوليت انا بحال هذوك اللي في كندا كنشتت. علاش ما كدويش على دريس فرحان؟ مره واحده بغي يزعم ويدوي على زكيكو، مره واحده وينوض لي زكيكو
ويبهدلو ويرجع اللور ما عاودش دوا ما عاودش قرقب فيها الدقة يا وليدي. وتجي تقول الكورتية، تجي انت تقول الكورتية، انت أكبر مسخر، انت لما ما عارفينك شل، انت لما انت تسخر. مين تنجي نشوف انا الجريده ديال دريس فرحان خرجت لي هذا المقال، من حقي نسول نقول لك هذا علاش كيدافع على الرمداني؟ هي تساؤل. هالفقره اش كتقول؟ فقره كيعير فيها نجيب جلال، لقيطه الاعلام التي تقذف السياده الشرعي والرمداني، الرمداني والشيف ديالو الشرعي اللي كيتسخر عليه، ومتملقه لولي نعمتها ورئيسه، تغتنم الفرصة للتباهي أمام متابعيها المقدمين والشيوخ المخازنية الذين لا يتعدى عددهم بضعة مئات من الامتيازيين. علاش شكرك إدريس فرحان؟ وعلاش باش مشينا عندو الوزارات قلت لك من لا بلا ما تديوا على التافهين؟ نتوما مناش خايفين مسخط الوالدين؟ شتي هاد المقال هذا اللي تحط وفيه إساءة، فيه إساءة، أنا حشمت نوري الصورة، إساءة لسيدنا. هالمقال أنا مدور عليه كاع بالآخر، تقذف أسيادها الشرعي والرمداني. نتوما مسخط الوالدين، مش كديروا في ديك البلاد؟ قريبا سينكشف امرهم، كيبينوا انهم كيخدموا المصالح ديال البلاد ومع البلاد ومع التنميه ديال البلاد ومع التطور ديال البلاد، لكن للاسف الشديد في الخفاء كيحفروا البلاد وباغين يهدموا البلاد وباغين يهرسوا الساس ديال البلاد. كاين شي حاجه انا كاين شي حاجه ما مفهوماش. قال لك السيدي نهار تقبض فرحان في ايطاليا شنو قال الرمداني؟ قال لك يجب القطع والتجاهل مع هذا، القطع والتجاهل ما نديوهاش على دريس فرحان، يجب القطع والتجاهل. نقولك علاش قلتي القطع والتجاهل؟ لانكم انت وهذاك اللي مسخرك خايفين لا نوصلوا لشي حقيقه. شنو هي هذه الحقيقه؟ الله اعلم. انا بنتو ليا انتم خايفين، من تولي انتم خايفين. باش طلعتي البارح تقول انا راه غادي نطلع للجبل ونكتب، نضرب شي ويسكي ونبدا نكتب، هذا ماشي نفس الاسلوب ديال ادريس فرحان. انا غادي نكتب، انا غادي نحط الاوديوات، ورا غادي ندير، ورا غادي ندير، ورا غادي نفعل. رمداني وغير مجرد تساؤل، شو شحال ظريف، يعني شنو شحال ظريف؟ إلا طلعتي عاوتاني قلتي الكورتية والله إلا أستبيحنك ملخ. أنت عارفني مزيان، قلك أنت غادي ترجل وغادي تجاوب على هاد الأسئلة هادي، مرحبا. بغيتي تبرهش فنقول لك واحد الحاجة، أنا هو الإله ديال البرهش، أنا أكبر برهوش كاين، والدليل هو أن أمي ما كتيقش فيا، ما كتعطينيش قطيب كدير لي في الخبز باش ما نعميش بالقطيب شي واحد من 2014 وانتوما كتحيمروا، من 2014 وانتوما كتحيمروا في المغاربه، ولا واحد كيدافع على المغرب، ولا واحد كيدير، كل كيخدم عنده واحد الاجنده خدامه بها. عارفه السي الرمداني ودوك اللي كيسخروا، هذا الرمداني راه مسخوط الوالدين، هو من وضع الاسس الحقيقية ديال مدرسة التسخير، أكبر مسخر كاين كيتسخر في المغرب. وزيد عليها صناعة التفاهة والتافهين، هو فقط اللي كان شجع على يجيب البرامج ديالو التافهة التافهين مثل كاع دوك الناس اللي كيديروا الروتين اليومي، هو اللي شجعهم، هو اللي عطى القدوة باش ولاو الآلاف أو المئات ديال الناس اللي كيديروا الروتين اليومي والتفاهة والمعاطير خاوية وسائل التواصل الاجتماعي. فيما كاين شي تافه في القمة كيجيب ولدك برنامج يدير له إشهار، حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى ولاو التافهين هما القدوة ديال الشباب والشابات ديالنا في هذه البلاد هذه للأسف الشديد. شوفوا غير الرمز والشعار ديال الراديو ديالو وديال دوزيام اللي كيخدم فيها،
شعار ديال المثليين قوس قزح من الاخر. انظروا الى الالوان وتاكدوا بانفسكم. من 2014 انتم كتستحمروا في المغاربه. عارف بان الطبيعه تأبى الفراغ، الطبيعه تأبى الفراغ، بديتوا تتنقزوا على المغاربه وكتبتزوا في المغاربه والدوله، وانا قادر ندير واحد ديال الاسبريس، واحد النهار قال لهم انا راه كيسمعوا لي اكثر من الملك. وحق الله العلي العظيم، بغيتكم ترجعوا لواحد الحلقه ديال اسامه فوزي، دكتور اسامه فوزي كان عنده موقع سميتو اراب تايمز، والله الا كنت اقرا هذا الموضوع، هذه الجريده الالكترونيه كنت نقراها، سميتها اراب تايمز، كان يقول في سيدنا امير المؤمنين ما لم يقله مالك في الخمر، جميع النعوت. اخيرا طلع هاد اسامه فوزي قال لهم من كان ينشر ذاك الكلام هو التركه ديال القنوني ديال هيسبريس. قسما بالله الحلقه موجوده. هل اللي بايع الموقع ديالو الامارات، هل اللي بايع هذا، وحتى شي حاجه قدامين. بغيتو نهضروا على الدوله اقرب، بغيتو نهضروا على ادار، بغيتو نهضروا على اهل. ولا الدوله قالت لا، ينوض الرمداني يهددها، عنده فوبيا من الطياره، يقول لهم لا غنضرب شي ويسكيه ونطلع للطياره لكندا وندير بحال هذوك ديال كندا. ويلي مصيبه هذه. منين حنا نطرحوا اسئله هذه جدا، شوف خير رمضاني حنا صحاب، واخا وقع واحد الشناان بيناتنا، شركنا الطعام، جلسنا هضرنا في القهوه، حق الجلسه معاك نزهه، انا كنقولها وكنعاود نقولها، الجلسه معاك زويونه حليل، واه يا سلام يا، ولكن جاوب. والله يكفي ان حميد المهداوي فضحه شر فضيحه، فضحه لدرجه انه صحفي بدون بطاقة صحافة، يعني أنه ماشي صحفي وكيترام على هذه المهنة هذه، وشادها في جميع المجالات للأسف الشديد. من وراءه، من يدعمه، الله أعلم. ودا تنوض تانتاي عاوتاني تقول لهم أمين أبو عياش خلنا وشدوا هذا في الحبس، عادي جدا تنسولو، خص واحد يجاوب، ما يتريقلش علينا. ودير واحد الفيديو وقال لك هذه رسالة لمن يهمه الامر. اسمع الرمداني انا احلل واش كتقول، قال هذه رساله لمن يهمه الامر، ومن بعد ويقول لهم برقيه، من رساله البرقيه متاثر برقيه، رقيه باطمه، الى قال لهم مالكم معانا، مالكم مع المجموعه الاعلاميه ديالنا اللي بنا ليه كبرنا بزاف. كيفاش كبرتي بزاف؟ بالله عليك استي رمضاني، كيفاش كبرتي بزاف؟ شتي انت راه حدك حد البيران ديال كازا، راه ملي تيكونو تيعرفوك الناس بزاف راه ما تعنيش انهم كيحترموك، والدليل غادي تمشي غادي تشوف التعاليق اللي عندك. انت راه عندك شهرة سلبية، إلا بنا ليكم كبرنا بزاف، كيفاش كبرنا؟ مع من انت كدوي؟ الا بنا لكم كبرنا، مع من كدوي انت؟ مع من كدوي انت؟ انت مع من كدوي؟ انا ما فهمتكش، مع من الا بنا لكم كبرنا بزاف، وانت حدك حد حدك حدك حد البيران، وانت زيدون غير دوبيرمان، انت يا محرشينك مسخرينك، انت هي دوبيرمان. حنا مي غنبداو نهضرو غنبداو نهضرو مع الشرعي ونهضرو مع، راك عارف مع انت دوبيرمان، غتبقاش تمثل فيها، انا تنعرفك مزيان، كبير هو الله سبحانه وتعالى، والعبره ماشي هي شحال تيعرفوك، شحال كيحترموك، شحال كيحترموك ولدي. في الحقيقة لا أحد من المغاربة يحترمه، لأنه دائما ضد المغاربة وضد التيارات الشعبية ديال المغاربة، هو بوحده ضد القضية الفلسطينية وضد غزة، ضد في المغاربة، هو ضد الإسلام، هو ضد
القرآن، ضد الإرث، ضد الأسرة الإسلامية، ضد كل شيء. واخا قال لك يبقى غير بوحدو، غيمشي ضد الإسلام، وقال لك يجيب الإسلام، لأنه كما تعلمون ليبرالي علماني يكره الإسلام والمسلمين، هذه معروفة. هو مع المثلية ومع الشذوذ الجنسي ومع موازين، مع هدر المال العام، مع الفساد، مع نهب فلوس الشعب، مع الفقر والتفقير، مع كل شيء اللي ضد المغاربة للأسف الشديد. من الاخر وتجي تقول هذوك الناس الواد الحار. كيفاش الواد الحار؟ احنا الواد الحار ما يمكنش. كيفاش الواد الحار وكيديروا تشهير؟ اول من بدا، اول مؤسسه اعلاميه بدات التشهير واكبر مشاهيرين في المغرب هي المؤسسه الاعلاميه اللي كتشتغل فيها انت، وانت اكبر مشاهير. ولا كان الواد الحار اين كنت ناسي افكرك. شكون اللي جاب لينا سينا؟ شكون اللي جاب لينا على القادوس؟ شكون اللي جاب وشكون اللي جاب وشكون اللي جاب وشكون اللي جاب؟ سولنا قلت لنا ولا رانا مفروض عليا انا خدام. اذا انت كتعترف بانك سخيخير، وحتى هاد الهضره اللي كتقول دابا غير سخيخير، انت غير سخيخير. ما يمكنش صاحبي البلاد تتاكل العصا وانتوما يا حنا كنحفروا ليه قبر بوه وهرب لنا بالفاس. تجي تقول لنا وقال واحد الجمله خطيره، قال كي اللي بنا لكم كبرنا بزاف. ها هو العنوان ديالنا 55 شارع الزرقطوني، اجي وخذوا السوارت ديالكم. كيفاش يجي وخذوا السوارت؟ عرفتي هاد الهضره ويسمعوك هذاك اللي نفخ عليك هذاك النهارية غيبهد لك. كتعطي البلاد كيفاش الا بنا لكم كبرنا بزاف اجي ها هي 55 شارع الزرقطوني اجي وخذوا السوارت ديالكم. اذا انت لست المالك، لست المالك، شكون اللي غياخذ ما عندك السوارت؟ قول لينا، بدا توضح بحال تحفه من كيدوي كيقول لك انت كيمشيش انا حقا ويقال ويشو انت شكون اللي اذا انت لست المالك. انتوما غير مكريين، انتوما غير مكريين. من تنشوف بلادنا كتاكل العصا ولا واحد عمرو دوا على هاد الامور. سمح ليا، دريس فرحان تجاوز كل الخطوط. الناس نصبوا على الوطن، نصبوا على المواطنين، نصبوا على 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 المسؤولين، نصبوا على هذا. اساءوا الى ملك البلاد، اساءوا. انتوما كتفرجوا وتجي حقي تقول لي لا احنا ما كنديوش على التافهين. كيفاش ما كديش على التافهين؟ كيفاش انا ما فهمتش كيفاش ما دي وتقول كيفاش ما كنديش على التافهين ويطلع هو دريس فرحان ويشكرك، يشكرك في مقال ويضرب النجيبة جلال. تفضحتو يا مسخط الوالدين، تفضحتو. ها هو نعاودو، لقيطة الإعلام التي تقذف أسيادها الشرعي والرمدين ما كيجيب شي حاجة من عندي. احنا العالم عارفك بأنك انت الرمداني كريح لكك، ولكن شوية الوطنية يا صاحبي، شوية دي العفة، شوية انت البلاد زان من هنا هز كيكو ها ويجيب. وانتوما صاحبي صار طيل لسانكم نهار تبغي تدوي الو الو العميل، السيد العميل داك الجبل تافوغات، السيد العميل الله يحفظك الا ما دوز لي الطريق ماشي الفيرمه ديالي باش تجيني من قد دخل تجيني القضيه سهله. اما الخدمه وداك الشيء يعني كيفاش العميل دوز لي الطريق؟ دوز لي الطريق تجبرتم صاحبي. سيدي الله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم. اكتنزوا الذهب والفضه، شويه د الوطنيه بينوا لنا حيت ندوخوا. خير رمضاني، خير رمضاني، انا معك دابا بكل ادب، والله اللي بكل ادب. تدوخونا صاحبي. دابا هو ميمكنلوش يتكلم الا حتى كيشد الرخصه، وهذاك اللي كيعطيه الرخصه دائما ضد المغرب والمغاربه وضد فلسطين وضد. اما الا جا هو مع المغاربه اللي المفروض يجي معاهم، غيفقد العمل ديالو، غيفقد الشغل ديالو، غادي يمشي يسعى ولا من الله اعلم. هذا هو علاش انه كاره نكون بامتياز، وغادي خدام مسكين كالعبيد تبا لهذا العمل المذلول. اكتنزوا اللي بغيتو تكتنزوا، الذهب الفضه ديروا شويه الوطنيه، دافعوا للبلاد يا صاحبي. يجي هادي يشكرك القضيه فيها، ان
منين دويت انا البارح؟ انا راه غير دويت الهضره، حط تدوينه، بديتك دير تدوينه من 3 الصباح حتى 6، منعستيش حط تدوينه مع 3 الصباح، حط تدوينه مع 6 الصباح، مالك؟ شنو طاري في هذا المغرب؟ شنو طاري في مغربنا الحبيب؟ ماذا يقع في مغربنا؟ شنو طاري؟ انا شي واحد يفهمني اخويا يقول لي، انا راه ما بقيتش نفهم والو. يلا انا والله ما بقيتش نفهم. قال لك هادوك اللي كبرنا هي 55 زرقطوني يجيو خذوا السوارد ديالكم، واش عارف شكي تقول ولا ما عارفش؟ ولا ضربتي طاسه والقرطاسه وليتي هكا تخربق. هذاك الميساج اللي صفتي للهرواق ديال هي عزيزه عليا وبغيت نلاقيها مع واحد العزيز، تاش طاري؟ ناري شنو طاري؟ ناري راه هادشي خطير بزاف. حنا دوينا البارح هادي تندويو على حمزه مومبيبي، بعض المرات في اطار التطليعه كاع تبغيو نطلعوها. انت صفتي للهرواق العيبه، انت هادشي راه درتي واحد الحركه، راه بينتي بانك فيك الدود، والدود نوعان السي الرمضاني، والدود نوعان قزي ومزركش، وما يمكنليش انا نبدا فاتح جبهات. شو باش تعرفوني صادق؟ راه ما تنخاف من صبور موت واحد، يمكن لي نخلط المهداوي ونخلط الرمضاني ونخلط كلهم عليا في دقه واحده، والله ما تنسوق بالله، لانني على حق، انني على حق. تيبان لي البلاد غدا غدا غدا، البلاد كتضيع المغاربة والبلاد كتضيع من يدينا. دابا انت ملي كتقول درع اعلامي قدك قداش، دابا هاد بساتين الواحة شكون اللي يدوي عليهم؟ يلا دويو انتوما على هاد بساتين الواحة، دويو على بساتين بوسكورة، دويو على باب دارنا، دويو على اتلانتيك بيتش، دويو اتلانتيك بيتش حنا اللي دخلنا زبور مول الحبس من الاخر، دويو على هاد الامور اصاحبي. تبداو تخرجوا لينا من هنا من هنا صاحبي. انا نقول لكم نجحتوا في حاجه واحده، نجحتم في انكم تلهوني عن محاربه الفساد، لانني وليت معاكم دقه دقه. سنعود الى سابق عهدنا، والله ما نرحموا شي واحد كيفما على شانه، كيفما على شانه، واللي بغى يطريطر كيفما على شانه. تاع الغزيوي تاع الحري تاع ماكم شي واحد عنده 60 مليار هو صحافي عادي، 60 مليار ماكم شي واحد صحافي جبد فردي في الكباري، جبد فردي والله، والله تجبد فردي حق الله العلي العظيم، بصح خطوي لين لا قضى راجيتهم. واخطر حاجه هو هي تلك العلاقه الغير شرعيه ما بين الاعلام والمخدرات وتجار المخدرات في المغرب. الإعلام المخدرات وكتجيب وجوه فنية ولا وجوه معروفة باش تتغطي على داك الشيء بحال باطمة، شي باطمة باش كنت نقول لكم ما تخلي دراسة الفساد راه ما تنتفلاش، راه والله ما كنتفلا. هي التقولبات هي هزت قالب كبير وما تقدش على داك اللعب، أن لا قرايتها ولا ما تسمحش ليها أن تفهم اللعبة كيفاش دايرة. القضية داخلين فيها دول عربية، داخلين فيها وي عم طايكة، هي دير لها شوية البوتوكس خطو طلع عليها هنايا وعطيها مايكرو تبدا عليهم على مشمو صحاباتو على عمان ولي ولي وهي قريني. ها هما وراوك قريني، انت في الودايا قريني، عقل عليك شي واحد كلهم رجعوا للور. ومازال الان انت خدامين وسميتك رالي طالع منها تحفة وتحرام دخلهم انا تحفة. هو عبد النبوي تحفة راه هو وداكي محشومات عليكم، شرحوا لينا قولوا لنا خويا شنو كيطرا. وتا حنايا قال لك الرمضاني غادي يضرب يطلع للجبل ويضرب الطاسة ويكتب كتاب سعاد حسني. سعاد اخواني اخواتي، هذه مجرد تساؤلات، نتمنى القاع ان يتسع صدرك للاجابه عنها بلا ما تخرج ليا حق الفيدور كورتيا ولعيبه بحال اللي درتي لي داك النهاريه الفيدور ديال فلانه. لا 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 جابه صاحبي عادي، ما يتسع صدركم ونديروا نخلقوا واحد النقاش، يجي نخلقوا واحد النقاش
خلقوا نقاش راني نعتق يلاه، وبي ما ديرش ليا بحال، ما ديرش ليا بحال الحقداوي الله يرضي عليك، نديجي بحال الحقداوي، انا ما نجاوبش على هذاك اللي ما كيتسماش. وما كاينش الدبابه، سير 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 سير، يا لا تباري يا لا تباري، جبد ليا دبابه، جبد ليا تاتا يا جبد ليا. علاش هذا شكرك؟ علاش هذا شكركم؟ علاش؟ قضيه مصيبه اخواني اخواتي. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تنساوش لايك، ابوني، بارتاج. شكرا لكم جزيلا والى اللقاء.